غزة، انصر أهلي في غزة. النهاية لهذا الإسرائيل اليوم في حومة الأمريكان وما يترك من الأمريكان بقوتها عظيمة لجميع حقوق الإنسان. اليوم جابت بارجة وبعدت بارجة بالسيارات توها في من الحومة يدعاوا بالإنسانية ويدعاوا بربي، وإحنا المستند تاعنا الموقف تاعنا هو التعبير تاعنا مقلوبنا، لأن هذا واش نبي نديرو، هذا أضعف الإيمان، أضعف الإيمان أننا أنا واقفين شعب ودولة مع القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية كلها يعني موقف الجزائر والقضية هذه احنا ما كنا نخدعوا ما كنا نبيعوا بها ونشريوا، رغم كاع واش عانت الجزائر. يعرف الشعب الجزائري أن كل أزمات كل الضغوطات على الجزائر لأنها كانت واقفة دائما مع القضية الفلسطينية.